رفضت قيادة شرطة نينوى تصريحات قائم مقام قضاء سنجار بشأن إمكانية حدوث انهيار أمني مشابه لما حدث عام 2014، مؤكدة أن هذه التصريحات لا صحة لها. وقالت القيادة في بيان لها أن كل ما جاء بتصريحاته عن مناطق وقرى ناحية الشمال السنوني غير دقيقة، حيث أن الوضع آمن ومستقر بفضل جهود القوات الأمنية، ولم يسجل أي حادث إرهابي منذ انتهاء عمليات تحرير مناطق سنجار وكذلك مناطق ناحية الشمال والقرى التابعة لها.